انت اليوم تخدمه؟ ايه. ما ترتاحش كيما الناس الكل في عيد الشغلة؟ لا. قديش عمرك؟ 14 سنة. شو اسمك؟ كريم. تسكن بعيد ولا تسكن هون؟ شارع غالي. شارع غالي. اليوم انت تخدم ان شاء الله؟ ماكش مرتاحه؟ مرتاح عليها. مانيش مرتاح. محبش تحتفل بعد الشغل؟ عليها محتفلين. الناس الكل التوانسه الكل محتفلين بعد الشغل، هذاك علاش انا جيت نخدم لهنا معاك. عندك مشاكل مع تاع رخصه باش تدور بال بيعه بشرح لك بركيبه؟ انا ما نجموش نخدم خاطرش وانا فيها التوريست وكل شيء، ما يخلونيش 500 مدى. ايه شكون ما يخلوش؟ هذا تبارك الشعب يعطي. اي ايه البلدية تراتيب. تراب ما تاع رخصة قدام مرة. ايه تقدم رخصة باهي 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 وما ثماش. قد ايه عمرك انت تمام؟ عمري 17. شنو هي اليوم نهارك؟ اليوم 1 ماي عيد الشغل تخدم انا. قول لي عندك رخصة؟ لا أنا ما عندي شيء، عندي كار ربي. لبس رخصة ولا لا؟ لبس رخصة شو؟ عندك عائلة؟ عندي عائلة. قديم صغيرة؟ عندي شوية صغار ومرتاح وكيف. سلام اخويا. الله يسلمك اختي، مرحبا. انت تخدم لا عندك لا رخصه لا حد شيء نصور؟ ما عنديش رخصه. رخصه الشعب التونسي اعطيني هذا الشعب رخصه. احنا اليوم ما كاين رخصه نخدم. لوش على رخصه من بلديه ولا حاجه؟ اي قدمت في مطلب في باش نعمل انتصاب كشك نتاع وارد فهمني، لكن هذوما نوريه في شارع حبيب بورقيبه اللي قاعدين اللي نقلوهم تو في متجهين اللي كانوا قبل. النصب نتاع الجد الاولاني مش حتى نتاع ابوهم، هذا نتاع جدودهم قاعدين هما التو قاعدين نتاع فك الرخص القدم ما نجم ما زادوش. قايك شوف بلاصه اخرى مكان اخر غير تجيه ونجم نعطوك، لكن في السابق حاليا ما في الفتره الجديده الحقيقه ما حاولتش اني باش نتوجه لهم باش نحصل على رخصه، بما انه دائما يعني الانسان نجم يخدم مش مقلقين وتحسنت معامله الشعب مع المواطن، المواطن مع البوليس ما عادش قبل يجي وراك ويحسرك ويفك لك سلعتك ياخد عليك يضربك، ما عادش قبل تو ما يخليك تخدم نجم بعدك على الاماكن الحساسه فهمت اللي في وسط البلاد صودرفيل وجهه فين يخليك تخدم، ما عادش قبل. ان شاء الله باذن الله ان الواحد يسعى انه باش تحصل على كشك يخدم فيه ولا رخصه في مكان يبدا حي باش ينجم يحسن وضعيته ومصروفه مصروف داره مصروف بنتي. انا عندي بنيه عمرها عامين ونص هذيك، اذا بيا ربيها فهمني ما بقاش كي ندور من بلاصه لبلاصه ونتبع في التظاهرات. نتمنى اني نلقى كشك ننتصب فيه ونخدم فيه ونولي المورد رزقه. قضيه عمرك بالله؟ 31 سنه. شو اسمك؟ راوف سوشيال.